ثم التحذير والاستعاذة من أن نكون من الفرق الضالة. إذن حذر من الفرق الضالة، حذر من اليهود، من النصارى. إذن هذه السورة فيها أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر كفرا أكبر، كائنا من كان، يهودي، نصراني، مجوسي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن به يهودي ولا نصراني، ثم لا والله قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إذن دين باطل، من الذين أوتوا الكتاب يهود ونصارى، توراة وإنجيل، نسخت كل شريعة كانت قبل، غير المغضوب عليهم. نحذر أن نكون من هؤلاء. إذن حذرنا الله من الفرق الضالة، حذرنا أن نقع في غضب الله، غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم. نعم، غير المغضوب عليهم اليهود ومن وافقهم، تعلموا ولم يعملوا، فيه التحذير من ترك العمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ولا الضالين الذين ضلوا عملوا بلا علم، فكل من يعمل بلا علم يقع في هذه الآية، وافق النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن التأمين قول آمين ليس من الفاتحة، ولهذا لا تكتب آمين في المصاحف، ولم يثبت التأمين أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. يعني هذا يقرأ في غير الصلاة الفاتحة لا يؤمن، يؤمن فقط في الصلاة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يؤمن في غير الصلاة يطالب بالدليل. وبإجماع الأمة أن التأمين ليس من الفاتحة. تقول آمين أي اللهم استجب، أي اللهم استجب، هذا أقل ما يقال في تفسير هذه السورة.